لماذا كل هذا التداعي السياسي والأمني الذي يعيشه العرب اليوم؟ كيف ستؤثر المشاريع التي تعد للمنطقة وفي مقدمها صفقة القرن بشأن فلسطين على ما تبقى من تماسك العرب السياسي؟ ما الدور الذي يمكن أن تقوم به النخب العربية والمثقفون في وقف حالة التداعي الراهنة؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان العرب في زمن الحرب، كيف الخلاص؟ في الأوقات التالية.